السلام عليكم الاخوان. هذه الرساله بغيت نوجهها لاخوان الريف، الرجال اللي تنعرفوهم رجال، والمغاربه اللي هما مغاربه وحرار، وتنحترمهم تنقدرهم وتنعرفوهم على الصعيد الوطني انهم هذوك الناس رجال وتنعترفوا بهم، ولينا الشرف ان يكونوا عندنا مغاربه بحال هكا وتنضربوا بهم المثل. وانما باش يجي واحد يستحمرهم ويبقى تيهضر معاهم كانهم هما ما فاهمينش. حنا حقكم ايه، عندكم شي مشكل في البلاد متفقين معاكم، كاينين وسائل قانونيه عندكم، ايه يا سيدي من حقكم تطالبوا بلوزيناتهم، حقكم تحيدوا المنكوره، من حقكم يديروا لكم شركات. هذا الشيء كله حنا بغينا، كاع المغرب حنا بغينا، حنا ما كرهناش بلادنا تولي جنه، والحمد لله راه جنه فوق الارض. ولكن الله يجازيكم بخير، فين هي الرايه المغرب؟ اشرحوا لي هذا الرايه اشنو هو، اش دارت لكم هذه الرايه؟ اش دارت لكم هذه الرايه؟ واش تيقول لكم تتقولوا علاش ما هذيك الرايه ما بغيناش نهزوها لانها تهزات في موازين؟ اوكي تهزات في موازين، حنا متفقين معاكم. فين هي صوره الملك البلاد؟ هذه البلاد راه عندها راه شريفه، فين هي صوره الملك لبلادنا؟ فين هو الخير تاع هذا الملك هذا؟ هذا الملك هذا راه جرى علينا، ما خلاش علينا شي دوله ولا شي ارض في العالم ما جراش باش يشوف لنا السلم ديالنا. راه البلاد الوحيده هي المغرب اللي فيها السلامه. جيو نتوما تبداو تقولوا لنا حنا هاد الهضره هادي وتهزونا. واخا شكون هي ديك الرايه اللي هازين؟ شكون هو؟ وراه انا ما نهزش شي رايه اللي ما تنتميش لهذاك الوطن. راه حب الاوطان من الايمان. فينا هو هاد الايمان؟ الله يجازيكم بخير الاخوان، نكونوا واحد شويه، نكونوا غير واحد غير شويه نفهموا. كاينين شي ناس شي خوانه مصيفطين هذاك السيد، انا تنوجه ليه الكلام، انت راه درتي شي حاجه اللي الورمان. حنا كنا نكونوا معاك ونكونوا في صفك ونتحدوا ونجيو نخلطوا عليك ونعطيو الدم ديالنا. كاين الفيسبوك، واش انت في او ديبار كتهضر بشويه؟ واحد شويه وليتي محيد رايات المغرب، محيد شكون اش بغيتي دير انت؟ اش بغيتي دير؟ اشرح لنا اش بغيتي دير في هذه البلاد؟ راه كلها هما المغاربه عندهم اكثر من المشاكل ديالك كلنا، ولكن حنا راه شوف الوطن ديالنا ما يمكنش شي واحد يجي يقيسوا لنا. هذوك الخوانه اللي صيفطوك قول لهم راه ما غادي ما سوقرت والو لهذاك الوطن، ما غادي تسوقر والو. هاني تنقول لك بلادنا خصك تحترمها، والرايات بلادنا خصك تحترمها، والوطن ديالنا خصك تحترمه وخصك تستافدوا. الاخوان فهموا واحد المساله، الله يجازيكم بخير، واش ما استفدتوش من الربيع العربي؟ الناس راه كتخلي ولادها وكتخرج، هي كتخرج وكترجع كتلقاهم تغتصبوا ومشاو تكرفسوا الدراري وتكرفسوا العيالات. حنا الحمد لله راه ممكن تمشي لابعد نقطه في العالم وترجع وتلقى تلفازتك ما محركاش من بلاصتها. فما بالك بغيتي تجي انت وتدير لنا احسن بلاد؟ الحمد لله الناس راه تيجوا من العالم وتيستثمروا في هذه البلاد. وراه كانت عندكم 2004 كان عندكم زلزال، وراه دابا الحمد لله بخير الحسيمه، والناس خدامين في مشاريعها. اللي تيدير شي حاجه ولا تيمخر كاينين، انا ما تنقولكش راه ما كاينينش الناس اللي خدامين في الادارات ولكن ماشي كلشي، ماشي كلشي، كاينين الرجال كاين القبيح كاين المليح، ما بقاش حنا تنعمو الفتنه الا الله يجازيكم بخير. حنا بينا بلادنا وبينا وطننا، اذا كان شي موظف فاسد ندعيوه نوضوا ليه كاملين، ولكن باش نبداو تنهضروا على الوطن ونهزوا الرايه وبيتو الاستقلال. علاش فينا هي هاد الوطنيه وفينا واش؟ اما تنساوش الاخوان قريتو في مدرسه مغربيه، ما تنساوش راه عندكم جامع مغربي، راه امك مغربيه وباك مغربي، راه بنادم ما يبيعش التين ديالو ما يبيعش الوطن ديالو. الناس تتموت على الوطن ديالها وعلى الرايه ديالها. واش حنا تيجيو اجانب وتيهزوا الرايه تاعتنا في دول اخرى وتجي انت في وسط الوطن ديالكم وما تهزها؟ اشنو هذا تحدي؟ اواقيلا انا تنقول لك انت انورمال جوج حوايج، اما حمق اما مبوق، اما كان شي حاجه ماشي نورمال. وانا تنحترم الناس ديال الريف وتنقول لهم الله يجازيكم بخير، فهموا وقلبوا. وراه نقول لك واحد الميساج نقول لك، شتي هذوك الرجال تاع الريف افلافان غادي يفهموك وراه هما اللي غادي ينتقموا منك والله تعالى، لانه بغيتي تخرج لنا على البلاد ديالنا. وراه ما غاديش توصل لهذ النتيجه، راه ما غاديش توصل لها. شوف ما غاديش نخليوك توصل لها، لانه حنايا انت ما حاسبينكش المشاكل اللي عند ناس الريف والحسيمه. مرحبا حنا بغيناهم يتقاد لهم بلادهم وتقاد لنا بلادنا، والله يجازيهم بخير هذوك الناس اللي تيهضروا من قلبهم. ولكن اللي جاي وتيهضر هنا على اساس مصيفطو شي حد، اما غادي يستافد لا هو لا هذاك، اه والو وطز فيك.